أهلا بكم مشاهدين الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. في لبنان اليوم مواجهة عنيفة بين تنظيم داعش والجيش اللبناني فجرا في جرد القاع راس بعلبك، حيث تمكن الجيش من قتل 5 من المسلحين الإرهابيين وجرح عددا منهم، شهيد للجيش وعدد من الجرحى. معلوم أن المسلحين في تلك المنطقة لا يتورعون عن الاستعدادات لتنفيذ الاعتداءات. في لبنان اليوم مشكلة النفايات التي غابت عن طاولة الحوار الوطني بعين التين أمس، حضرت في السراي الكبير عصر أمس باجتماع اللجنة الوزارية، وقد حقق المجتمعون بعض التقدم على أن تتابع اللجنة اليوم البحث فيما هو مطروح لحل هذه المشكلة. أوساط سياسية مطلعة جزمت بأن اجتماع اللجنة الوزارية عصر اليوم سيكون حاسما، وحتى تأخذ الحكومة جرعة دعم وصدقية الأمر الذي يدفع بعملها نحو الإنتاجية. طاولة الحوار أمس ركزت على وجوب تفعيل عمل الحكومة وعمل مجلس النواب، كما تناول المجتمعون شأن الاستحقاق الرئاسي ولبنان من دون رئيس للجمهورية منذ عامين. في أي حال، شهدت السراي الحكومي اجتماعا للجنة المخصصة بالنفايات وآخر بين الرئيس سلام والرئيس الحريري، الذي وجه تحية إلى ما سماه شجاعة وليد بيك. رئيس الحكومة التقى سفراء مجلس التعاون الخليجي عشية اجتماع اليوم لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، حيث يعول على جهد مصري إذا زبط لعقد اجتماع بين الوزير جبران باسيل والوزير عادل الجبير. معنا رئيس مؤسسة ستاتستيك لبنان الأستاذ ربيع الهبر. أهلا وسهلا فيك سيد ربيع. أهلا فيك. يعني صار في عملية بالمنطقة، هذه أجدى التطور ميداني، ولكن يعني ينظر إليه بأنه تطور نوعي أو تطور قطر صار بمنطقة الأعراس بعلبك. على شو بدل هالشي اللي صار اليوم؟ بدل على أنه جبهة برأس بعلبك وعرسال، جبهة بالبقاع الشرقي ككل جبهة متفلتة وجبهة حامية بعدها، وما فيها شيء خلص. يعني جبهة ممكن تفقع بأي وقت من الأوقات، وجبهة ممكن تتطور وتروح على مزيد من الانفجار. يعني في حال انزرك داعش بسوريا أو تطور الوضع سلبيا باتجاهها، يمكن تفتح هذه الجبهة، خاصة أنه صار رأس بعلبك جرد عرسال مثل ما يقال، يعني مفتوح على بادية الشام وقادرين يجيبوا الإمدادات اللي بدهم إياها والعناصر اللي بدهم إياها إلى آخره. هل التوقيت معنويا قاتل أو قاهر بوقت أنه يقال أنه الهبة للجيش مجمدة، مش منا يعني منا ملغات ولكنها معلقة، وبالوقت ذاته كمان أنه في حركية للدواعش أو لتنظيم داعش إن كان بهذه المنطقة وحتى بمناطق أخرى من منطقة الشرق العربي كله؟ نعم، هو لا، التوقيت كان توقيت لبناني. نعم. بارح الجيش اللبناني بدأ عملية الساعة 8 مساء، كانوا عم بيحضروا لأن هن كانوا عم بيحضروا مثل ما بتعرف، يعني بتلي ايه هن مثل ما بتعرف انه يعني أسلم طريقة للدفاع هي الهجوم ببعض الأحيان. فجيش اللبناني عمل مبادرة وهاجم لأنه كان عم ينتظر شيء عم بيقوموا فيه، وهذه التلة كانت عم تزعج الجيش وعم بيضل فيها أعمال عسكرية تجاه ضد الجيش اللبناني، فأخذ المبادرة الجيش بإمكاناته المحدودة وعشان هالهجوم. ما بعرف قديش نجح الهجوم، هلا يبدو انه ولكن انه ناجح الهجوم. نعم. ودمر الموقع بمجرد انك تبيغ ورجع يعني العسكريين. نعم. يعني سقط شهيد وعدد من الجرحى، يمكن 3 جرحى. وعنصر المباغته كان اساسي، بس كانت بعد في رميات مدفعيه يمكن للساعه 11 قبل الظهر. نعم. خلال 5 دقائق كان الجيش عم يطلق قذيفه يمكن لتغطيه عناصره او لإعادة التموضع، وما ضل الجيش حتى حقل الألغام كان كبير والمنطقة، وقدر الجيش اخترقه قدر اخترقه، ولكن بعتقد الجرحى والشهيد سقطوا بحقل الألغام. يعني استاذ ربيع، يعني مما يعطيك فكرة انه يلي عم بتقاتلوا منه حدا مهين، كلهم هودي عسكر مدربين وخايدين معارك وعندهم يعني الهيراركي ميليتري هيراركي، يعني إضافة إلى العقيدة عندهم الهيكلية التنظيمية، عندهم الهيكلية التنظيمية لأنهم كلهم كانوا بالجيش السوري يمكن بجيوش أخرى، وعندهم الخبرة الإيطالية الكافية أكان بالجيوش العربية اللي بتتدرب على التدريب الغربي أو التدريب الشرقي اللي عنده إياه. رح ندخل بالموضوع الخارطة السياسية والعسكرية لداعش وللمنطقة، ولكن
قبل، هل يعني بخبرتك واستطلاعاتك السابقة والحاضرة واللاحقة، هل يمكن إدخال العنصر الأمني العسكري الداعشي أو العنصر الحدودي بما يعني يخشى منه، أنه عم بيقولوا أنه بلبنان ما بتنحلوا أمور والملفات إلا على الساخن، اغتيال، أعمال أمنية، ما بعرف شو، ما في عنا رئيس جمهورية للوصول مثل ما صار بسبعة أيار والدوحة وكذا للوصول إلى انتخاب رئيس أحد، يعني مش لانتخاب الرئيس بس ولخرق الأزمة، هل هذا يدخل بهذا الإطار؟ العنصر الداعشي لن يؤدي إلى أي حل داخلي، يعني مهما عمل الداعش على الحدود أو بالداخل أو بمخيمات أو بمناطق يعني نفوذ للسوريين أو للفلسطينيين أو إلى آخره، لن يكون هناك تطور يؤدي إلى حل بالسياسة، ولا ممكن يكون هناك، لأنه دائما وقت يكون في حل بالسياسة بيكون شيء لبناني لبناني، وهلأ ما في شيء، ما في مجال لأي خلاف لبناني لبناني، وفي قناعة عند الجميع أنه ما بدهم يوتروا الساحة، ولكن الشيء الداعشي بيؤدي إلى تضامن أكثر من اللبناني، وهذا يلي صاير بس انه اي هجوم مثلا على عرسال او خروج عن مبدأ تبريد عين الحلوة، ومدي ذكر هون انه مبارح رفعت حواجز بطنية ضخمة رفع الجيش وسواتر بطنية بوجه عين الحلوة، كان نتيجة لطائرات استطلاع مثل قوى الفلسطينيين من داخل مخيم باتجاه مراكز الجيش. نحن اليوم حطينا على رغم هالاجتماعات اللي صارت، يعني منير المقدح اللي هو عنده لسان حال مع الدولة وداخل طبعا يعني عم بيقولوا انه عملوا، بدك تشوف قديش عندهم قدرة يسيطروا على المخيم، على المخيم يعني. نعم في عناصر متفلتة، ومثل ما صار يعني بانه مخيم نهر البارد يمكن يصير بمخيم عين الحلوة على صورة، بس برأيك ما له حساسية اكتر لانه على مقربة على كيلومترات في طبعا يعني جمهور حزب الله كمان قريب من المنطقة، ممكن يكون الجيش عارف حاله انه ببيئة حاضنة ضد اي عمل ارهابي ممكن يصير، الجيش حكما رح بيكون ببيئة حاضنة، ولكن بدك ما تنسى انه مخيم عين الحلوة هو اكبر مخيم فلسطيني بلبنان، في 70,000 قاتل، وفي حوالي بين 7 و10,000 مقاتل فلسطيني، يعني هاو 7 ل10,000 مقاتل يمكن اذا ما قدروا يتمددوا بيقدروا يتمددوا خارج المخيم كمان، يعني هل ممكن يعني نتذكر صورة 76 أو 75؟ لا مش رح نتذكر صورة 75 76، لأنه ما بيقدروا يتمددوا. يعني تتذكر كابتن خازن اللي استشهد وقتها طبعا بالمنطقة أكيد، بس أنه هودي مش قادرين يطلعوا، بس أنه كانوا الفلسطينيين يعملوا حاجز بجسر الباشا أو يعملوا حاجز على رمضان حايك ويعملوا حاجز ما بعرف وين وبالضبي كمان، مستمدين القوة من اتفاق 69 مستمدين القوة من اتفاقية 69 اتفاقية القاهرة، واليوم ما في عندهم هيدي البريفيليج، ولكن في عناصر متفلتة قد تحظى بالقليل قليل جدا من التأييد، ولكن هيدا غير كافي لقدروا يظهروا من المخيمات يعملوا مشاكل خارج المخيمات. استاذ ربيع، نحن اليوم يعني الشهر 23 من دون رئيس الجمهورية، وكان مفروض حتى قبل يعني 24 يعني ينتخب، على طاولة الحوار مبارح يعني شفنا هيك سجال اذا انا اقول ماروني مثلا او شيء، او يعني الوزير الفرنجي رئيس تيار المرد من كل له كل تحيه، بيقال انه عم بيقول تيار الوطن الحر انا كنت قبلك وايامك وبعدك، وانت يعني مثل ما نحن من مثل ما بتمثل نحن من نمثل، هل هذا يؤدي الى الغرض الى الانتخاب، ام انه هذا لعب بالوقت الضائع؟ والله كله لعب بالوقت الضائع، لا اراده لانتخاب رئيس، يعني اذا اتفقوا امريكا وفرنسا ومعهم الفاتيكان وسلامة فرنجية وسعد الحريري، هل هيدا كافي؟ في قوى اخرى ما قررت يكون في رئيس بلبنان، في ايران، في حزب الله، وفي سوريا، مش شايفة انه هلأ وقت انتخاب رئيس، بدهم رئيس بمعايير محددة، شو هي هالمعايير بعده مش واضح، لو حزب الله جاد بانتخاب رئيس كان دفش ودعم وصول احد القطبين الموارنية اللي هن بالنتيجة حلفائه. طب يعني إذا متهم حزب الله ليه ما بروح الفريق الثاني يقول أنا بدي مثلا نحن من أيد العماد عون على سبيل المثال، يعني طيب شو راح تقدي؟ ما راح يقدي لانتخاب، ما بينزلوا كلهم ساعتها على المجلس، لا ما بينزلوا ساعتها بعار التيار المستقبل، يعني
بتعرف عاصف اذا ما اجى ظالم تجي جربوعه ما في ما في. نحن بوقت 2000 سنه 2016 لن يكون هناك انتخاب رئيس، يعني سنه 2016 سنه اللا رئيس، عدم انتخاب الرئيس. يعني ان شاء الله تكون يعني حضرتك بفتره من الفترات كنت تتوقع لهي الحكومه تاخذ اكثر من 5 سنين يعني، وانا بعد بتوقع هيدي الحكومه ستبقى حتى وصول لبنان الى نظام جديد. نحن لبنان اللي بده يكون فيه رئيس تاني مش لبنان يلي بنعرفه، مش لبنان اتفاق الطائف، مش لبنان الجمهورية التانية، هو جمهورية مش تالتة، لأنه لن يكون شكل لبنان مثل ما نحن بنعرفه، رح يكون شكله جغرافيا أو شكله سياسيا ويمكن جغرافيا، لأنه في إعادة رسم بالخارطة للمنطقة كلها. ونحن مين؟ نحن أصغر بلد وأضعف بلد، ثلاثة هليكوبتر مش قادرين نجيب، طيارات مش قادرين نجيب، لأنه ما بدهم يعني 20 دبابة مش لأنه بده يخلوك ضعيف لحتى يمرقوا التسويات على حسابك. طيب إذا ضعيف ومستقر ما بيقدر يمرق، يعني بتقول أبطش قريعة يعني ما بيقدر يمرق عن المؤامرة ويقدر يطلع سليم منه؟ يعني نحن ناس مش مستقرين، سهل اللعب فينا للأسف يعني، بس نسبة إلى حوالينا مستقرين. والبازل اللبناني راكب، لأنه هلأ مطلوب تكون راكبة يعني، بس جميع بذور الأزمة موجودة. الأزمة نحن بصميم الأزمة السياسية، بس أنا يعني مش عم ترجع معك قلت خليه يتفقوا. وقتها كانوا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بقى وخلاف، قلت لك خليه يتفقوا ميشيل عون وسمير جعجع على ميشيل عون رئيس، بيطلع رئيس بيعرضوا حدا وخليه يتفقوا على سمير جعجع رئيس، بيطلع رئيس ما قاموا اتفقوا سمير جعجع وميشيل عون، ما طلع ميشيل عون، اختلف ساعتها سليمان فرنجي هو ميشيل عون. الخلافات اكبر من الاشخاص واكبر من الاسماء، الخلافات هي عدم اتفاق اقليمي وعدم اتفاق دولي وعدم وجود اهتمام للبنان. ايه بس استاذ ربيع، بعز الحرب وال 240 ازيف ال 240 وما بعرف هذا، كانوا يشتغلوا استراتيجيا الجبهه اللبنانيه، لو كان في حتى مجازر بين بعضهم يتفقوا يقولوا يوصلوا القصه للرئاسه، وكان رئيس الجمهوريه عنده صلاحيات. اليوم المسيحيون بشكل او باخر ما بيقدروا يواكبوا الكرة الاستراتيجية اللي سددت عندما التقى العونية والقوات، العونيون والقوات، وانه يحطوا الناس قدام الامر الواقع. لانه برأيك اللي الوضع كان افضل قبل 75 اما بعد 90؟ لا، حكما نحن قبل 75 كنا بوضعية افضل كإدارة، يعني كإدارة وكثبات بالسلطة، نعم، كوجود هرمية بالسلطة، يعني اللي اخترع بالطائف اللي هو الترويكا الى جانب رئاسة الى جانب المجلس الوزراء مجتمعا، هو حالة غير سليمة وهجينة وعم ندفع حقها هلأ. يعني في فقدان للمرجعية بالبلد، وفي فقدان لمركز القرار، وفي عدم وضوح، في مشاركة بالسلطة تؤدي الى ما تؤدي اليه من ضياع للسلطة. فنحن اليوم قدام واقع متفلت بالقرار وبالسياسة وبالمنطق كله سوا. يعني تأمل انه اليوم اذا بده يقدم استقالته رئيس الوزراء، لمين بده يقدمها؟ لا 23 وزير ولا حاله كمان، يعني هذا شيء لا 24 وزير، هذا طبعا شيء هو هذا شيء غير منطقي وغير وارد. يعني مشان هيك عم تقول رح نروح على نظام اخر؟ انا برايي يعني لا، لانه كانوا في تبرير لمؤتمر وطني او مؤتمر تاسيسي. لا، مش في تبرير، انا ضد المؤتمر الوطني والمؤتمر التاسيسي. ما فيني احط لك الفرد براسك واقول لك تعال نتفق، هيدي الكل هيك. طيب بس ما في واقع معين، كيف بدك تخرج منه هيدا؟ لانه في نحن عم بيطالبوا المسيحيه باستعاده صلاحيات تبع رئيس الجمهوريه او تحسين تمثيلهم. انا برايي نحن رايحين لمطرح أسوأ بكثير من الوضع الحالي، يعني ما بعتقد انه رح تضر رئيس الجمهورية بايد المسيحيين، او على الاقل اذا بقيت بايد المسيحيين سيصبح الرئيس صوريا. وحتى يمكن ما بعرف يتجاه شو بده يصير فيها، وما بعرف نحن لوين منحدرين بهذا الجو القائم. نحن رايحين على مطرح اكثر يعني مبهم النتائج ومبهم. طب استاذ ربيع، بما انه الجو القائم قاتم، نعم، ما عم تحكي، ألا يتحمل المسيحيون وسيما منهم الموارنة أن تكون الكرة عندهم وما يعرفوا يستعملوها؟ يعني اليوم اتحققت مصالحة معينة، لما بيحطوا الجميع داخليا أمام هذا، أمام يعني مسؤوليتهم، ويقولوا نحن نوسع المصالحة، هذه المصالحة لتشمل كتائب والأحرار
والمستقلين وكذا، وتفضلوا نحن بدنا هالرئيس او بدنا ننزل على الانتخاب. هو الافضل هيك، ولكن انه القرار الكبير كيف يعني اذا التيار الوطني الحر والمرض اختلفوا؟ بعد تسال كيف مع الكتائب، يعني التيار الوطني الحر والكتائب او مسيحيا، هو في خطا من طب الاول انبثقت من رحم الكتائب يعني كمان انه هون انت بتعرف صرنا بعمليه يعني نسال البيضة قبل الدجاجة والدجاجة قبل البيضة. نحن مسؤوليه مين هون؟ هل مسؤوليه البطريرك الراعي؟ مش مسؤوليه البطريرك الراعي، مسؤوليه هزيمه المسيحيين بسنة 90. من سنة 90 حاجنا نضحك على بعضنا ونخبر شو صار. بسنة 90 كانت كل الحرب، انتهت الحرب عندما انتقل مركز القرار من المسيحيين إلى المسلمين وإلى مجلس وزراء. مجلس وزراء مين بيسيطر عليه؟ يعني طيب نتيجة الحرب، نهاية عملية الحرب، نهار اللي انتهت الحرب نعم. عندما انتقل مركز القرار من عند المسيحيين عند لا عند المسلمين خلص. طيب خبرك كل شيء. الشريك المسلم وطنيا بيقول هذا البلد مميز بوجود المسيحيين شركاء في الحكم، هل هن مقتنعون بهذا الكلام؟ وشو الحرج، شو الحرج بهالموقف انه يكونوا مقتنعين وانه بدهم هذا الوطن هيك وما عم بيساعدوا المسيحيين بوطنيا عم نحكي مش طائفيا باستعادة او اعادة التوازن الى الصلاحيات؟ في كل واحد عنده حق لازم ياخده، اذا بقى نبني بلد كل واحد عنده حق لازم ياخده. انا اليوم تمام سلام أكان سني أو مسيحي أو درزي أو شو ما كان نعم. طايفته، بعتقد كل الناس راضيين عنه وهيك لازم يكون رئيس، يعني عم يشتغل نعم. عم بدير هالأزمة بأفضل القواعد، بمرونة بمرونة وبصبر وبحكمة وإلى آخره. فإذا طايفة الرئيس منا كتير مهمة كشخص، ولكن من يمسك بالقرار آخر شيء اليوم في هيمنة على القرار المسيحي. الهيمنة على القرار المسيحي أدى إلى شعور بالغبن عند المسيحيين، وسيؤدي بالنهاية إلى استقالة المسيحيين من هذه السلطة، وبالنتيجة رح بيؤدي إلى يعني عدم وجود خصوصية لبنان، يعني بيفقد لبنان خصوصيته وميزته وإلى آخره. من هيك يجب البحث عن حلول، ونحن رايحين أكثر وأكثر إلى تهميش وتغبين المسيحيين بشكل إضافي، ولن تكون الحلول إلا بهذا الاتجاه. إذا مزبوط المسلمين وشركاء الوطن مين ما كانوا يكونوا، يعني منطبق الشيء كمان على المسيحيين نعم. وقت كان عندهم قوة تصرفوا يمكن بشكل أسوأ، وقت كان عندهم سلطة، وقت كانوا قادرين يقبضوا على السلطة. إذا مزبوط يعني يروحوا ينتخبوا يلي بدهم إياه الأكثرية المسيحية شاءت أم أبيت اليوم، مشان هون يمثل الأكثرية. ما رح نوصل هون إنه عشو بيخوف مطالما بعدد النواب، بعدد النواب إذا بدهم يعطوه السلطة، وإلا رح نضل بمشكل. ما هي أستاذ ربيع هي عم نسأل إنه طالما الصلاحيات متواضعة وطالما إنه التقل البوتنسيال الإسلامي أو المسلم إن كان بهالطائفة أو بهالطائفة أو بهالطائفة ما رح يخافوا من المسيحي صح. لماذا لا يذهبون إلى انتخاب الأكثر تمثيلا في هيك؟ لازم يذهبوا الى انتخاب الاكثر تمثيلا، واذا ما ذهبوا او الاوسع الى بس هيدا كله كمان مش القرار، لانه هن القرار منه عندهم. يعني اخر شيء الرئيس سعد الحريري من يزايد على وطنية سعد الحريري؟ ما حدا في زايد على وطنية سعد الحريري، انما الرئيس سعد الحريري وقت راحوا لعنده، راح لعنده العماد عون قال له جيب لي اجماع مسيحي انا بنتخبك، ما طلب من سليمان فرنجي ولا اجماع مسيحي. ليش؟ لانه بالسياسة اتفق هو وسليمان فرنجي، اذا القصة مش قصة اجماع مسيحي، القصة قصة اتفاق واتفاق سياسي، والقصة قصة انه هيدا الوضع لازم يضل هيك، ولن يكون هناك رئيس ما لم تنتهي الازمة السورية. يعني هي اكثر طيب اذا ترى 10 سنين او سنتين او ثلاثة او اربعة، انا برأيي مفتوحة هيدي القصة، هيدي مفتوحة القصة، لن يكون هناك رئيس الا بس تكون منطقة تقسمت وصار في توزيع للغنائم بين الدول، وقعدنا رسم الدول. اليوم سقط اتفاق ساكس بيكو نهائيا، يعني اليوم العراق بطل العراق، وصار في دمج بين العراق، حدود مفتوحة بين العراق وسوريا بطبق المئة سنة، صار لقرن خلص 100 سنة خسرت expired. اليوم في الرقة وفي شيء اسمه الشعب، يعني داعش في عنده ناس بلنينة، ولم ينجح الهجوم الذي شنته داعش على محافظة الموصل بالعراق إلا لأنه في ناس من جوا حملوا سلاح وقاتلوا معه، وبالرقة ما ربحوا إلا لأنه في ناس بأيدوا داعش. داعش تمثل شعب وبدنا نقبل هيدا الشيء، وهيدا الشعب
هو البيئة الحاضنة، يشكل البيئة الحاضنة لداعش، يمدها بالعسكر ويمدها بالموارد البشرية وبالموارد الغذائية وبالموارد العسكرية وإلى آخره، ومشكل لها بعد إقليمي. تشكلت هذه الدولة. اليوم سوريا المفيدة تتشكل بواسطة الضربات الروسية، عم ترسم الحدود، ترسم نفوذ. ما بعرف شو من لبنان، أي شقفة بدأت تتصل بسوريا المفيدة، يعني حكما أنه نحن رايحين لتجزئة لهالبلد الصغير، أو على الأقل إذا ما قلنا تجزئة لهالبلد الصغير، لإعادة رسم نفوذ هذا البلد أو انضمامه بشكل أو بآخر إلى تحالف، إما مع سوريا المفيدة إما مع سوريا غير المفيدة. طيب إذا مثلا يقال في، يعني في وجهة نظر بتقول راح تدل الدول مثل ما هي ولكن بيتقسم النفوذ بداخلها. إذا أخذنا بالعراق بيقولوا مثلا أنه معركة الموصل لن تبدأ إلا عندما تتحقق بيئة حاضنة بكل منطقة الموصل مشان هذه المعركة. يعني لن تبدأ. يعني طيب، وبالأنبار بيضربوا مثلا رمادي من مطرح، بيضربوا الفلوجة بين المنطقتين بمطرح، ولكن الأنبار أكبر محافظة. يعني روسيا هل لديها الحق بالضرب والغارات في سوريا وليس لديها الحق في العراق؟ وماذا يؤثر العراق على تقسيم سوريا؟ أساسا في دفاع، معاهد دفاع مشترك بين روسيا وسوريا. نعم. يمكن ما بحق إلا، ما بعرف جاوبك على هالنقطة بالتحديد، إنما بالقانون الدولي في معاهدة اتفاق معاهد دفاع مشترك بين سوريا وروسيا، يعني نعم. التدخل الروسي بغض النظر عن قرارات الأمم المتحدة عنده غطاء رسمي وغطاء من شرعية سورية. نعم. يلي اليوم تتمثل بحافظ الأسد، شاءت الدول الكبرى أم لم تشأ، هذا رئيس موجود بسوريا ومنتخب وفق الدستور، ولكن هل تجاه هذه الدول العربية كلها والإجماع العربي وكذا، هل هذه سلطة شرعية؟ هون يعني النيوانس اللي بتكمن، أنه هل يمكن لبشار الأسد أن يقصف ويقتل شعبه على مدى عدة سنوات ويقف العرب يلي هن من نفس الطائفة تبع الشعب السوري بمثله الأغلبية المطلقة من الشعب السوري السنة، هل يمكن؟ طب ما أعطى داعش الشرعية إذا هو دستوري، هو رئيس دستوري مثل ما كان بلبنان يقولوا أنه حكومة العماد ميشيل عون وقت كان رئيس حكومة هي دستورية ولكنها غير شرعية لأنه ما فيها مسلمين. طب الرئيس بشار الأسد اللي هو دستوري، ما كمان داعش عطاه شرعية بأندريكت يعني أنه هذا داعش وهذا بشار الأسد، نقوا بين اثنين. ايه بس هي أنه البوتس on the ground، يعني أنه إذا نزلوا السعوديين والإماراتيين وحلفائهم على الأرض السورية، مين بدون يقتلوا؟ بدون يقتلوا داعش، ما بدون يقتلوا الجيش الحر، ما مين هن نازلين تحت غطاء داعش، وهن نازلين يثبتوا الخارطة آخر شيء. هن نازلين يثبتوا الخارطة ويمنعوا التدخل والامتداد التركي الى داخل الاراضي السوريه، لانه بالنتيجه هذه ارض عربيه مش ارض تركيه. كله يعقد الامور وسيزيد الامور تعقيدا، ولكن بالنهايه الهيئه في اتفاق على انه هيدي ارض داعش وهيدي ارض الجيش الحر، وعم يرسموها بالطيران الحربي والى اخره. وعندما تنضج هذه التسويه بسوريا وهذه هذا التقسيم، ان شاء الله ما تخربت كتير ويصير في من وراها حرب اقليميه او دوليه عالميه ثالثه لا سمح الله، سيتم ايجاد المخرج للبنان، ولن تكون خارطه لبنان كما هي. صار شيء كتير ملفت من الاسبوع الماضي، انه صار اشتباك بالاردن نعم، صار في اشتباك، لحتى في ناس وصلت هالاشتباك انه حتى لو نؤمن على جماعة متطرفة انه الاردن راح يكون له منطقة اوسع يدخل فيها، على منطقة من العقبة، على طبعا على البادية السعودية، على البادية السعودية، هي هونيك في محافظة معان، ومعان كتير قريبة ومنطقة متطرفة جدا ومنطقة متفجرة، يعني حتى من 10 سنين واذا كمان وقت الخبز، كتب وقت ثورة الخبز، وقت قصة معان عملت ازمة طويلة عريضة، وصار في مكتوب ريفيوز كتير عن الموضوع، ولو ما صار فيه شوية تأخذوا عطا مع الملك كانت الملك ضربهم وفوضهم يعني بنفس الوقت، وقمعت الانتفاضة بمعان، ولكن معان منطقة متطرفة، وبس نزل الجيش ضربوه بالأربيجيات وضربوه بالرشاشات الثقيلة وإلى آخره. يعني الأردن
مش بمدبة، بغير منطقة صار الاشتباك، عم جرب اتذكر اسمها، المهم وين منطقة حدودية، منطقة حدودية، ولكن شو ما كانت المنطقة، الأردن منطقة، هيدا بؤشر انه كل المنطقة بخطر وما في منطقة نائية. وهالخوارج كانت عم تنزت من قبل بسنتين انه بياخدوا منطقة الأردن، الأردنية بياخدوا منطقة من هون، والسودان ما بعرف كيف بصير. يعني كانت أول شيء كانت بعيدة عن العقل، يعني كانت بعيدة عن العقل، ولكن المؤكد أنه نحن المنطقة كلها في إعادة رسم للحدود، ولن يكون لبنان أم ضعيف بمنقى. أنا هون بحيي الجيش اللبناني يلي على الحدود عم يقدر يحافظ على الحدود كما هي مرسومة، وما زاد شيء بتسليح الجيش إلا أنه الأمريكيين مدوا الجيش ب 198 وذخيرة ذخيرة بشكل كتير كبير للجيش، وببنادق جديدة، وبصيانة للآليات يلي كنا نحن بنفتقد لها، وببعض الطيارات والصواريخ يلي بتحقق نتفة توازن استراتيجي. خلينا ناخد فاصل إعلاني ونرجع ندخل على الموضوع. مشاهدينا الكرام، عودوا معنا بعد هذا الفاصل. من جديد اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. استاذ ربيع الهبر، مرحب فيك مره ثانيه. شكرا. اجتماع وزراء الخارجيه العرب اليوم. نعم. كان في مسعى مصري لجمع الوزير الجبابي والوزير جبران باسيل. نعم. نعم. يعني بعد ما صارت هلا نشوف برايك شو بياثر. وامبارح كان في اجتماع سفراء مجلس التعاون عند الرئيس سلام، طبعا وزير سفير البحرين ما كان موجود. برايك هل يؤثر كثيرا اذا حصل اللقاء، وما هو مدى الفعاليه المصريه في هذا الامر؟ فعالية المصرية كبيرة، خاصة أنه أحمد أبو الغيت يعني هلأ مرشح ومدعوم من لبنان. لبنان سيصير للأمانة العامة، للأمانة العامة لجمع الدول العربية، لأنه مدة بتموز نبيل العربي بعتقد خلصت، بتخلص بتموز. ايه بخلص بتموز. ايه بآبي بتخلص، بتخبو بتموز. ولكن هيدا الموضوع كله ما بيأثر، لأنه القرار السعودي منه قرار مرتبط بالبرفورمنس تبع اللبنانية والحكومة اللبنانية. في قرار اتخذوه أنه هن رايحين على الحرب بسوريا، ورايحين على الحرب بسوريا وبيعتبروا انه اذا تسلح الجيش اللبناني، هيدا الجيش اللبناني اللي عم بيقتلهم، انا مش ضدهم يعني كتير، عرفت كيف؟ فعدو عدوك صديقك، منشان هيك انه ولا ممكن يبعثوا سلاح يلي بيشتغل ضد يلي هن بده يشتغلوا عليه على الارض. هيدا اولا. ثانيا انه بده يفهموا السعوديين كمان بمطرح تاني انه ما بيصير انه بالاجماع العربي اذا لبنان بده يصوت يصوت يعني ضد حاله اذا بده يحكوا بالاجماع العربي. ما لبنان مع الاجماع العربي، ولكن لن يقبل لبنان باعتبار حزب الله ارهابي. ليه؟ لانه اذا اعتبرنا حزب الله ارهابي رسميا بلبنان، في اليوم الرئيس سعد الحريري الذي لا يمثل الحكومه اللبنانيه يقول 500 مره حزب الله ارهابي، في يقول بس في سمير جعجع يقول حزب الله ارهابي، بس تصير بالسلطه. ما نحن ماضيين على بيان وزاري ومتفقين عليه، بيقول لك جيش والشعب والمقاومه. عدا عن هيك في عندك اذا مش التل، اذا مش النص التل انه باي حزب الله. ايه طبعا، مثلا في التل الحكومه على الاقل ان تتخذ هكذا موقف، ما هي الحكومه من صلبه حزب الله. ثلاثه مثلا حدا مثل الوزير جبران باسيل انه اذا بده يصوت مع الاجماع العربي، تصور ياخذوا قرار مثلا لحرمان لبنان من اغلاق الحدود كلهم مع لبنان، او وقف الاستيراد من لبنان. يعني بالاجماع العربي بيوافق لبنان برايك؟ يعني في الاجماع العربي له حدود مصلحه لبنان الداخليه، لن يكون. وهذا اللي اعتمد الوزير نهاد المشنوق، وهذا اللي اعتمده الوزير نهاد المشنوق. وزير نهاد المشنوق كلنا بنعرف مواقفه السياسيه، يعني هو كان راس حربه ضد النظام السوري وضد خروج حزب الله للقتال بسوريا، ويلي كانوا عم يعملوا مهرجانات مع الجيش الحر ضد النظام السوري ابنه الوزير نهاد المشنوق، هو كان عم بيقول انه ولكن يعني بالحكومه مربى ببيت نهاد المشنوق هذا الزلمه صالح المشنوق، وهو كان راس حربه. ايه ولذلك حتى انه هذا المشنو وقت صار رئيس، وقت صار وزير قلنا رئيس وزراء، نتمنى له الخير ونتفولنا عليه ان شاء الله. صحيح في المنيح، لانه هذا المشنو برهن وقت اجا وزير داخلي انه وزير داخلية لبنان، ما انه وزير داخلية تيار المستقبل، وتصرف بما يجب ان يتصرف عليه تجاه لبنان ككل. ووقتها كان بالمؤتمر العربي اخر شيء قال انه اعترض على حزب الله ارهابي، في حدود للسلطة اللبنانية تقدر تتصرف فيها. ومنشان هيك بدهم يفهموا السعوديين نحن منا مرنين، الدولة اللبنانية منا مرنة. وانا برأيي القرار اتخذ عند السعوديين بحاجة 3 مليار اليوم.
اليوم عاملين مناقصة لاختراق 8 مليار. لأول مرة الحكومة السعودية، الدولة السعودية، السعوديين بيطلبوا قرض من الخارج، يعني عم بيجربوا يجيبوا 8 مليار يقترضون. عندهم مصروف كل يوم 50 مليون ل 100 مليون دولار عم بيصرفوها على الحرب اليمنية. شو المفارقة أستاذ ربيع؟ إذا هالملايين الدولارات عم تنصرف في الحرب اليمن أو بسوريا أو واليوم إيران بالعكس صارت يمكن بدها تستفيد من الجو أكثر بعد الاتفاق النووي، عملت تجارب صاروخية، قالوا إنه ما تنتهك الاتفاق النووي العالمي، ربما تخرج القرار 2231. بنلاقي في أريحية لإيران بالمنطقة على بالعكس بين أريحية أكيد في أريحية، لأنه السعودية اليوم بحرب، إيران مش بحرب، إيران عرفت على مدى السنين بس تدعم حوثيين يمنيين، تدعمهم، تدعم حزب الله، بتدعم أبو الفضل العباس بالعراق، تدعم كتير قوى إيران، ولكن كمان إيران عرفت أنه تدعم قوى وتقعد على جنب، ما فاتت بالحرب مباشرة. والأنكى من هيك اليوم أنه ضابط رفيع بالحرس الثوري الإيراني شو بيصرح، بيقول أنه إيران لن توقف طموحها بإنتاج بالإنتاج النووي، ما بيحدد شو الإنتاج النووي، الإنتاج النووي كثير واسع، مدني فيكون عسكري، فيكون عسكري بس، ولكن بس أنتج أنا الهيفي ووتر وأنتج الإيرانيوم الخاصة بالإيرانيوم بعمل بدي، يعني هو أهم شيء أنتج المياه الثقيلة بكمية كبيرة وخلص أنا بعمل بدي. طيب ضمن هالصورة البانوراميك بالمنطقة هناك مسعى روسي لتقريب بين إيران والسعودية، ويمكن يصير في وفد يرسل الرئيس روحاني أو بيكون هو ما بعرف عم بيقولوا أنه عم يتوقعوا أنه ينجح هذا المسعى، هل صحيح هذا الصيغة؟ بينجح إلى حد ما، بس على مصالح سوريا سعودية ولا على مصالح إيران، بينجح هذا المسعى بتقريب وجهات نظر، ولكن لن يؤدي. وأنا هون بردك على الانتخابات الرئاسية، إذا هن هالقد مختلفين وإذا السيد حسن نصر الله كل يوم بيطلع التلفزيون بيقول لك نحن معركتنا مع المملكة العربية السعودية، وإذا بمجلس وزراء قالوا أنه المملكة العربية السعودية هي العدو مثل إسرائيل، يعني بعض الوزراء وقامت لقيامة وقام الوزير فرعون وبعض الوزراء الآخرين واعترضوا على هالكلام وإلى آخره، إذا كل هيدا الكلام صحيح نحن بده يكون عندنا رئيس بلبنان؟ ما نحن الرئيس الجبناء آخر مرة كان في توافق 6 دول، وين هيدا الدول اليوم من الاتفاق؟ قد ايه قدرت يعني نحن المبادرة القطرية اللي صارت سنة 2007 2008 جابت 6 دول، بس جابت 6 دول اتفقوا اللي هن فرنسا وسوريا وامريكا وايران والسعودية وقطر والى اخره، راح امير قطر على طهران وجاب وايران فوق منه جابوا موافقة ايرانية على الموضوع لأدت لهذه التسوية. هلا اليوم اذا بدنا صار بدنا دول زيادة تفوت بالتسوية لانه صارت المشكلة اكبر تعقيدا متشعبة، صار بدك مصر وصار بدك اليوم تقنع السعودية انه لبنان مش عم يتآمر ضدها والى اخره. فنحن ويننا وين هالتسوية اللي بعيد المنال؟ نحن انا قلت عندك من سنة ونص قلت لك لن يكون هناك رئيس بعد الرئيس ميشيل سليمان، وإذا صارت بتصير بعد التسوية بالمنطقة بغير كونتكست. وأنا هلأ أكثر يعني إيمانا بهذا الحكي، ونحن ذاهبين دا المجهول بهذا البلد، لأنه إذا بقى لبنان مثل ما منعرفه بيكون أبو زيد خان. طيب هالبوينتاج لو كان افتراضي في رئيس أو ما في رئيس، البوينتاج برأيك اليوم بالضبط وين رايح؟ يعني مثلا شفنا هذيك الجلسة 72 نايم عم بيعولوا انه ب 23 وهو ما فيه، ولكن الافرقاء والكتل كيف موزعة؟ كيف موزعة الارقام بين موزعة الارقام؟ انا راح اقول لك شغلة، انه حزب الله يدعم العماد بن شلعون اوكي على راسي كثير منيح، حزب القومي السوري وين؟ هلا من عين التيني مرة صرح الوزير اسعد حردين النائب اسعد حردين بانه لا ما كان ملتبس، انه كانوا واضحين هن مع سليمان فرنجي، حلفاء حزب الله اللي بيطلعوا على التلفزيون، احبائهم لحزب الله اللي بيطلعوا على التلفزيون بيحكوا باسم حزب الله، مثل الوزير يوأم وهاب او الاستاذ سالم الزهران صديقنا. شو بيطلعوا بيحكوا؟ واحد راح مع حزب الله، واحد راح مع سليمان فرنجي. تامل انه سالم الزهران صار بيدافع عن سليمان فرنجي اللي هو حبيب قلبه العماد عون، صار صديقه للعماد عون، أصموه حزب الله حتى بالإعلام عرف يظهره، شقفة هون وشقفة هون حتى ما يتاخد عليه شيء.
أصمور رئيس بري يعني. الرئيس بري يلعب ورقة المتفرج، ولكن حكما هو ضد العماد عون، واضح ضد. بس وقت يكون في قرار حزب الله, الله مع العماد عون، وقت حزب الله بياخد قرار بيمشوا كلهم يا مع العماد عون يا ضد العماد عون، لا قرار ولا انتخاب. المطلوب هو وقت من الانتظار حتى حلول الساعة، والساعة بعيدة بعد. طب ليه ما عم نقدر نفصل نحن بين الواقع الإقليمي الضاغط أو الدولي الضاغط على علينا وتأثيره على لبنان، والأمور المعيشية الخدماتية؟ يعني في وقاحة مثلا بمطرح ما بزبالي. هذا بيقوله الناس، الملأ عم بيقوله أنه ما عم تحلوا قضية النفايات، لأنه كل واحد بده يأكل جبنة من النفايات. رح لك شو في عنا مشكلة بالنفايات، أنه هي تستعمل لتقويض السلطة، لنبرهن كمان بمطرح ما بعض القوى السياسية بدها مسألة الزبالة هيك لحتى ساهم. تبرهن وتساهم بالبرهان أنه لا سلطة في لبنان، أنه النظام أنه ماشي، لحتى تشويه صورة السلطة بلبنان. هيدي رقم واحد. رقم اثنين، كيف بلشت أزمة الزبالة؟ بتعرفوا كيف بلشت أزمة الزبالة؟ كل العالم بينسوا أنه بلشت أزمة الزبالة بخلاف بين ميسرة سكر ووليد جبلاط. شو ما كان الوضع هذا الوضع، انا عم ردك على موضوع نعم. الجبنة يعني نعم. موضوع الجبنة اختلف، انه سكلين بتطلع 600 مليون 800 مليون بخلال 10 سنين بلبنان. شو هالمشروع هذا؟ شو هالمشروع القوي انه سكلين بيجي مساعدة ل... بس ل... في فترة كمان كان في احزاب ما عم تاخد عطية وسكتت. طيب سكلين سكلين بيجي 50 شاحنة من الاتحاد الاوروبي للزبالة لبلدية بيروت مساعدة نعم. بيروحوا لسكلين. طيب عال شو هالشركة هذه اللي حتى المساعدات تتجير لها؟ بدي انساهم كلهم، انا بدي انساهم. صار الخلاف بين ميسرة سكر والجملات، شو صار مقابله؟ تسكر مطمر الناعمة، منشان هيك تسكر مطمر الناعمة. هلا وليد جملات الزعيم الابدي الازلي السرمدي عند طائف الدرزية وبلا الناس اللي قاعدين بمحيط الناعمة والى اخره، وقرى الشحار، انه لو قال لهم بدي اياه يضل مفتوح كان تسكر؟ ما كان يتسكر كمان. تسكر هذا يلي هو مطمر النعمة كان بعد بيخدمنا سنة ونص. بهالسنة ونص كان في عنا هيدي الوضعية اللي نحنا فيها اليوم بالبحث، كان فينا نروح بالبحث نعمل معامل كان فينا نعمل حرائق ب 500 مليون دولار، حرائق نموذجية بتحرق كل لبنان. طيب بس احرجوا مشال المر، مش حرائق دولة الرئيس مشال المر احرجوا وعطى مشروع شو وانا كان؟ ما مشوفي لا ما لا عم بدي اقول لك هيدا هاي بلدية جديدة راحت عملت معمل فرز ب 40 ألف دولار كلفون بمشي هذا أنطوان جبارة نعم. إدارة ممتاز رئيس بلدية جديدة عمل معمل للفرز بأربعين ألف دولار وطلع صار 100 مرة طالع وشارحه على التلفزيون بيحكي عن تفكك الحراري وبيحكي نعم. عن كل شيء بيقول لك آخر شيء أنا بعد 5 سنين رح بلش بيع الزبالة ب 18 دولار هلأ بكلفني بعد شوية رح بيعه يعني إيه؟ أنطوان شختورة عنده استعداد يعني كهرباء وكمان غيره كلهم عندهم آخر شيء بحبالين كمان عم بس يعمل. المبدأ أنه بدهم المشكلة تستمر وهلأ يمكن آخر شيء تجي على حساب المسيحيين يعني تجي ببرج حمود على حساب الأرمن ببرج حمود والأكثرية الأرمنية هونيك يعملوا مطمر نموذجي هلأ بسموه قال وبالمقابل شو بكرة ما بيعطوا شيء عم بيقولوا أنه بكسروين كمان بدهم يعملوا هني عم بيقولوا أنه كل واحد ما بيقدم عنده مطمر ما بيكب زبالته كمان ما بياخدوا الزبالة يلي هلأ متراكمة على النعمة على مطمر النعمة لأنه هلأ مطامر طوائفية يعني مطامر طوائفية للأسف نحن ببلد مرت. بس أنا من هلأ عم أقول لك في صعوبة كتير كبيرة أنه يتم هيدا الموضوع لأنه النفايات تستعمل لتقويض السلطة. بتعرف إذا بدك تعمل وضعية مخلة ببلد شو بتبلش تعمل؟ أهم شيء بتبلش تفرجي له أمنه هش تعمل عمليات شليح عمليات سطو عمليات كذا كله لإشعار المواطنين بحالة عدم أمن أرف. ترجع بتعمل هجوم أو بتعمل انقلاب. يعني في طوطئة اليوم لإنهاء السلطة بلبنان ونحن عم نشوفها بتبلش تشوفها بقصة الزبالة. قصة الزبالة منا بريئة سياسيا، ما عم بتهم حدا أنا لا يمكن ولكن سياق معين في سياق معين أستاذ ربيع الهبر إن شاء الله يكون العجزة. نحن بنشكرك من تلفزيون لبنان. أسلم مشاهدينا الكرام نشكركم وبعد دقائق ونشرة الأخبار.